الرئيس السيسي يؤكد التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم الفرنسية وزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا. الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة خدمات النقل البحري والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط. ومصر تعرب عن ترحيبها بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين كل من مصر وفرنسا وفي ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية هنري لافارج، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع الشركة الفرنسية في قطاع النقل العام، حيث وجه الرئيس السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وذلك في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة. من جانبه أكد السيد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها بمصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة خدمات النقل البحري بما في ذلك أسطول النقل البحري والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي، ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد أيضا على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية والموانئ المناظرة لها على السواحل الأفريقية. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس وزراء ووزير النقل. قد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري. هذا وقد عرض وزير النقل جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحري بما في ذلك تطوير الأسطول المصري للنقل البحري، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة خاصة مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجة، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. كما تم أيضا استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين ومرسى مطروح، خاصة الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة أخبار الساعة 6 من التلفزيون المصري. انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2021، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. ويأتي هذا التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وفرنسا. ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة. وينضم إلينا على الهواء مباشرة لواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني إذا ما هي دلالات هذا التدريب البحري المصري الفرنسي؟
الحقيقة تدريب كليوباترا 2021 في كذا نقطة أحب أأكد عليهم. أولا هو تدريب مع دولة ذات ثقل سياسي وعسكري زي فرنسا. النقطة الثانية إن هذا التدريب بيشترك فيه من كلا جانبين عدد كبير من القطع البحرية والمقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر وأيضا الصعقة البحرية من كلا الجانبين. نعم. ومن ضمن القطع البحرية الحاملة المروحيات المسترال أنور السادات، وأيضا من الجانب الفرنسي في أيضا الحاملة الفرنسية من طراز مسترال أيضا. تعدد القوات المشتركة في التدريب ده بيبان التدريب له ثقل، وده بيبان بصورة واضحة جدا في أهداف التدريب. ومنها حضرتك تفضلتي وقلتي جزء، لكن أنا بأكد على إن التجانس بين العناصر المشتركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام. نعم. النقطة دي الحقيقة بتؤكد أن التدريب تدريب على مهام قد نواجهها أثناء عمليات حقيقية، وده تساوي الحقيقة ردع لأي عدو واطمئنان للمواطن المصري. نعم، وأيضا يعني يعزز يا دكتور أيضا من مكانة مصر في المنطقة عسكريا بكل تأكيد. ده صحيح يا فندم، لأن برضو خلينا نقول إن البحر المتوسط وخاصة جنوب شرق المتوسط منطقة مهمة جدا لمصر، فيها العديد من الإمكانيات الاقتصادية عالية القيمة زي كل البترول والغاز وخطوط الملاحة البحرية، وهي هدف لبعض الدول اللي عايزة تعمل عدم استقرار في هذه المنطقة. فلما الاقي تدريب بهذا الحجم بين دولتين الحقيقه ليهم ثقل، وفرنسا الحقيقه من الدول التي لها ثقل سياسي وعسكري، فانا شايف ان ده نقطه الحقيقه باكد تاني رساله ردع ورساله اطمئنان. نعم، شكرا جزيلا لك لوقت يا دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديميه ناصر العسكريه العليا، كنت معنا في نشره السادسه. بمناسبة عيد الأم، نظم قطاع السجون احتفالية للنازلات في إطار الرعاية الاجتماعية والإنسانية والصحية التي تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء السجون وفقا لمعايير حقوق الإنسان. وقد تم خلال الاحتفالية توزيع هدايا على النازلات الحاضنات وأطفالهن. هن نزيلات في السجون بدرجة أمهات، لم يمنع قضائهن للعقوبة أن يحتفي بهم قطاع السجون بمناسبة عيد الأم. فهذه عقيدة راسخة في السياسة العقابية التي تطبقها وزارة الداخلية، وتوفر من خلالها كافة سبل الرعاية للنزلاء والنزيلات بخاصة الأمهات، وهو ما أكدت عليه النزيلات. الحفلة جميلة، احنا ما كناش متوقعين ان هم يعملوا لنا حفلة عيد أم، بس احنا بنشكر الرئيس وبنشكر المسؤولين اللي عملوا الحفله دي. بنتي معايا الحمد لله ما فيهاش اي حاجه وكويسه، وما بتتعب بيطلعونا المستشفى نكشف في رعايه وكل اسبوع بيدونا حاجات للطفله. قطاع السجون نظم احتفاليه للنزيلات بمناسبه عيد الام بمنطقه سجون ترى، وشهد حضورا من منظمات المجتمع المدني وبعض الفنانين، وتم توزيع هدايا رمزية على النازلات الحاضنات وأطفالهن. اليوم شهدنا مبادرة ولفتة إنسانية تتصل بمفهوم الرعاية الاجتماعية خلال الاحتفال بيوم عيد الأم مع السجينات وأطفالهن، خصوصا الأطفال الرضع. كل واحدة معها ولادها، وده اهتمام حقيقي ورعاية جميلة جدا، وبشكر طبعا كل القائمين. كنا فرحانين جدا واحنا جايين هنا عشان برضو نبقى في وسط امهاتنا واخواتنا، لان دول برضو امهاتنا واخواتنا. سعيده جدا، بشكرهم جدا وزاره الداخليه ومصلحه السجون انها اقامت على الحفل الجميل الرائع ده، والكم الهدايا اللي هي اديتها لهم وبعتتها لهم، وقد ايه طبطبت عليهم وقد ايه جبرت بخاطرهم. هذه الاحتفالات بتحسسهم ان هم مش منفصلين عن الخارج، وان هم جزء من المجتمع، وان الدوله بتقدرهم وبتحتفل بيهم. ومش معنى ان هي اخطات وبتقضي فتره عقوبه انها منبوذه من المجتمع. كل دي رسائل مهمه النهارده الحفله بتقدمها للسجينات، وبتقول لهم ان احنا منتظرين ان انتوا تخرجوا بتدريب حرفي، بتاهيل نفسي، وتندمجوا في المجتمع ونطوي صفحه السجن دي خالص. وقد اشاد الحضور بما لمسوه من رعايه مقدمه للنازلات وبتلك الاحتفاليه التي تؤكد حرص وزاره الداخليه على اعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم كافه اوجه الرعايه لنزلاء السجون. الرعايه واضح انها رعايه كامله،
بدليل انكم عاملين لهم احتفاليه عيد ام، وبتدوا كل ام هديه لها ولاولادها. شكرا ليكم وشكرا لكل حد ساهم في اسعاد الناس دول. كما لمسناه وما نلمسه من رعايه وتاهيل للمسجونين والسجينات نقله حضاريه في تاريخ مصر، لان مصر بلد الحريات، وفعلا حقوق الانسان وحقوق السجين او السجينات شفناها ولمسناها. فاحنا بنشكرهم جدا وبنقول لهم باسم كل الفنانين شكرا على هذا المجهود العظيم، شكرا على هذا الفكر المتطور. وتشكل تلك الاحتفالية إضافة إلى ما تقدمه وزارة الداخلية من رعاية لنزلاء السجون تأكيدا واضحا على أن التقويم في السياسة العقابية هدف والإصلاح غاية، إلى أن يصبح النزيل نافعا لمجتمعه قادرا على الاندماج فيه. يعكس الاحتفال الذي أقامه قطاع السجون مع النازلات بمناسبة عيد الأم مدى الاهتمام والرعاية المقدمة للنزلاء، سواء اجتماعية أو صحية أو تأهيلية، حتى يصبح النزيل عضواً نافعاً في مجتمعه عقب الإفراج عنه وفقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تسعى وزارة الداخلية لتطبيقها. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت الدكتورة هالة زايد أن اتفاقية تحالف كوفاكس تضمن لمصر 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا. وقد أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني بالقاهرة إلى أنه من المقرر تسلم هذه الجرعات خلال العام الجاري. اتفاقية التحالف الدولي أو كوفاكس اتفاقية تضمن لمصر احتياجاتها 20% من احتياجاتها بواقع 40 مليون جرعة، لأن كل واحد بياخد جرعتين وتوريدهم خلال 2021 على كل ربع سنة كمية. التحدي في الإنتاج على المستوى العالمي من الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي غير وخلى الجدول المعلن مسبقا من التحالف الدولي في بعض التحديات في يعني الاوقات بتاعت توريد هذه اللقاحات. وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة مستمرة في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا. كما أوضحت أيضا استمرار التنسيق مع وكلاء الوزارة بالمحافظات للتوسع في حملات تطعيم المواطنين في كل الوحدات والمراكز الصحية. نحن منسقين مع السادة وكلاء الوزارة للتوسع في هذه الأماكن، وإن شاء الله يعني قريب جدا هتبقى كل المراكز الصحية وكل مستشفيات وزارة الصحة بلا استثناء أكثر من 5000 وحدة صحية ومركز صحي، وأكثر من 600 مستشفى هيكون فيها تلقي اللقاح بشكل يعني مدخل لتلقي اللقاح أو عيادات لتلقي اللقاح مع يعني مزيد من الشحنات، بحيث إن احنا نخفف على أسرنا وأهلنا. وبرضه عايزة أكد للمواطن إن لو أنت ما تقدرش تسجل لنفسك للقاح توجه لأي منشأ تابع لوزارة الصحة، وهم اللي هيقوموا بالتسجيل لك تخفيفا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ومن جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانغ أن بلاده سوف تواصل التعاون مع مصر بشأن تطوير وتوفير لقاحات كورونا. وقد أكد السفير التزام بكين بالتعاون في توفير اللقاحات في إطار شراكاتها المتعددة. لا تعرف صداقة إلا عندك ذلك، ففي مواجهة جائحة كوفيد-19 تلتزم الصين ومصر بروح التضامن والتكافل، وتتبادلان الدعم والمساعدة لبعضهما البعض. فخير دليل ذلك على ذلك هو وصول الدفعة الثانية من لقاح كوفيد-19 الصيني بكمية 300,000 جرعة هدية من الصين إلى مصر منذ يومين. وإن هذه الهدية تعكس عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، وتعتبر خطوة تنفيذية لرؤية بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين وبين مصر. فلقد أثبتت الصين في أفعالها الحقيقية أنها صديق وشريك موثوق لمصر.
وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية، قال مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب الوقائي على عيد إن الدولة تستهدف تطعيم ما يقرب من ربع مليون شخص هذا الأسبوع بلقاح كورونا. وأضاف مساعد وزيرة الصحة أن هناك 40 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن زيارة مراكز التطعيم ستكون خلال أيام. لغاية الوقت وصل مصر الحمد لله ما يقرب من 730 ألف جرعة من اللقاح. بدأنا زي ما حضرتك تعلم في تطعيم الأطقم الطبية، وبعد كده اتفتح الموقع الإلكتروني وتم التسجيل من يوم 28/2. بدأنا نسجل الناس أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مستمرين إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة دي. مستهدف عندنا الأسبوع ده إن احنا إن شاء الله نطعم ما يقرب من ربع مليون شخص بجانب اللي تم تطعيمهم. عندنا حوالي 40 مركز على مستوى الجمهورية هيتم مضاعفتهم إن شاء الله في غضون الأيام دي إن شاء الله، والأسبوع ده كمان هيتم مضاعفتهم أكثر من مرة. وزي ما تفضلت معالي الوزيرة إنه إن شاء الله مع وصول الشحنات اللي احنا متعاقدين عليها ووصول الطعوم بكميات تكفي هنفتح على مستوى الجمهورية كلها. أعربت مصر عن اهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، داعية كافة الأطراف الصومالية لمواصلة الحوار من أجل عقد انتخابات حرة ونزيهة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبد الرازق، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الصومالية حسن معلم خليفة. وقد تطرق اللقاء لمختلف التطورات في منطقة القرن الإفريقية والتي ترتبط بشكل حيوي بالمصالح المصرية. أعربت مصر عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحال سياسي شامل في اليمن. وتثمن مصر جهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تنهي أزمته السياسية والإنسانية الممتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية، وذلك بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن ووقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة. وقد أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيس في إطالة الأزمة باليمن. تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية ولسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشيل عون، مشيرا إلى أنها مخالفة للدستور. وقد أشار الحريري إلى قيام الرئيس عون بإرسال تشكيلة حكومية يحصل فيها فريقه السياسي على الثلث المعطل، مؤكدا أن هذا الأمر يعد مخالفة للدستور اللبناني. في رح أقول لكم يلي قلت له إياه اليوم. أولا هذه غير مقبولة، لأنه الرئيس المكلف مش شغلته يعبي أوراق من حدا، ولا شغلة رئيس جمهورية يشكل حكومة. وثانيا لأنه دستورنا بيقول بوضوح الرئيس المكلف بيشكل الحكومة ويضع الأسماء بيتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. على هالأساس بلغت فخامته بكل احترام اني بعتبر رسالته كانها ما كانت ورجعت له اياها، وبلغته كمان اني راح احتفظ بنسخه منها للتاريخ.
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنها فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شكلا ومضمونا. وقد قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أنطوان قسطنطين أن الرئيس عنوى انطلاقا من صلاحيته وحرصه على تسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، كما تتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وقد أضاف أن الرئيس عون لم يصر على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة. على جانب آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة تنفيذ إصلاحات في لبنان للخروج من الأزمة الحالية. وقال لودريان إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مشددا على أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي في وقت ينهار فيه لبنان على حد تعبيره، معربا عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 11 إرهابيا ينتمون لصفوف عصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من الموصل. وقد ذكر بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي أن المتهمين قد اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلا عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم. وفي نفس الإطار، عثرت قوة من الحشد الشعبي العراقي على مخزن للسلاح تابع لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار كانوا يستخدمونه في استهداف قطاعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية. تمر اليوم ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، وذلك خلال اجتماع ضم 7 دول من بينهم مصر عام 45 في القاهرة. ورغم تعاقب الأحداث وتغير الأنظمة والسياسات في المنطقة، كان من الملاحظ تمسك كافة الدول الأعضاء بالانتماء إلى هذه المنظمة ودفعها لتطلع بالدور التكاملي الذي نشأ من أجله لتصبح بيت العرب الجامع لكل أعضائه والحامل لآمال وطموحات شعوبه. مشاهدينا الكرام، نشرة السادسة مستمرة معكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. شركة أسترازينيكا تؤكد فاعلية لقاحها ضد كورونا، وبريطانيا تتأهب لموجة ثالثة من الفيروس. أكدت شركة أسترازينيكا أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 79%، مؤكدة أنه لا يزيد من خطر تجلط الدم. وقد قالت الشركة إن اللقاح فعال بنسبة 80% بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما، ويذكر أن دولا عدة قد نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة. كشفت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية عن إصابة أكثر من 513 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. ووفقا لنشرة منظمة الصحة العالمية اليومية على موقعها الإلكتروني، ارتفع إجمالي مصابي دول العالم بالفيروس التاجي إلى 122 مليونا و 524 ألفا و 424 شخصا
فيما يتوصل أيضا إجمالي الوفيات إلى 2,703,620 شخصا. أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن توقعه بأن تشعر بلاده قريبا بتأثير الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي تشهدها أوروبا في الوقت الحالي. وقد حذر جونسون من ارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا مع بدء تزايد معدلاتها في الدول الأوروبية الأخرى. وقد قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده تحاول الانتهاء من مسألة الحصول على جرعات اللقاح المضاد للفيروس بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تحدث كثيرا مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، وقد أكدوا له أنه لا يرغبون في أن يروا أشكالا من الحصار. قال ألان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي إنه يتوقع أن تعود البلاد للحياة الطبيعية نوعا ما بحلول الصيف أو الخريف بفضل تسارع حملة التطعيم. وقال فيشر إن الجيش سوف يشارك في خطط تسريع حملة التطعيم، وقال إن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتطعيم على الرغم من الانتكاسة التي نتجت عن مخاوف بشأن سلامة لقاح شركة أسترازينيكا. وقد قالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد إن أكثر من 6 ملايين تلقوا جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد 19 منذ بداية حملة التطعيم في البلاد. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار وعشرة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس الهيئة الانتخابية، وذلك بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية. وقد تم اتخاذ القرار في مستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقد جاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول هؤلاء المسؤولين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت. أعلنت وزارة العدل الأمريكية توصل محققين اتحاديين لأدلة من المرجح أن تسمح للحكومة بتوجيه اتهامات بالتحريض لبعض المتورطين في الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير الماضي. وقد قال قائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيرون قال إن الحقائق تدعم هذه الاتهامات. وقد رفعت وزارة العدل بالفعل دعاوى ضد 400 شخص يشتبه بتورطهم في الهجوم، ولكن لم يتم اتهام أي منهم بالتحريض على الفتنة، وهي جريمة معارضة لسلطة الحكومة الأمريكية وبالقوة. في مثل هذا اليوم من عام 2016 اهتزت العاصمة البلجيكية بروكسل على وقع 3 هجمات إرهابية خلفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. الهجمات تضمنت وقوع انفجارين في مطار بروكسل، أحدهما في قاعة المغادرة الدولية بالقرب من مكاتب الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط بروكسل الجوية، بينما وقع الآخر في مدرج المطار، ووقع الانفجار الثالث في المترو بالقرب من البرلمان الأوروبي. حادث هز أرجاء بروكسل نتذكره مع حضراتكم في التقرير التالي. في 22 مارس عام 2016 اهتزت العاصمة البلجيكية بروكسل على وقع 3 هجمات إرهابية خلفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وقع انفجاران في مطار بروكسل، أحدهما في قاعة المغادرة الدولية بالقرب من مكاتب الخطوط الأمريكية الجوية وخطوط بروكسل الجوية، بينما وقع الآخر في مدرج المطار. ووقع الانفجار الثالث في المترو
بالقرب من البرلمان الأوروبي. الهجمات أدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 340 آخرين في الاعتداءين اللذين شهدتهما بروكسل، حيث نفذتهما الخلية ذاتها المسؤولة عن هجمات باريس، والتي أسفرت عن 130 قتيلا في 13 من نوفمبر 2015. السلطات البلجيكية بعد الحادثين أغلقت المطار وأوقفت حركة وسائل النقل ودعت السكان إلى عدم التنقل وملازمة أماكنهم، كما رفعت مستوى الإنذار من خطر إرهابي إلى أقصى درجة في أنحاء البلاد. ومن الإجراءات التي اتخذتها تمديد مهل التوقيف وإمكانية القيام بعمليات دهم ليلية في القضايا الإرهابية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في الشوارع. رئيس الوزراء البلجيكي وقتها شارل ميشيل قال أنها لحظة سوداء وحض مواطنيه على الهدوء والتضامن. وجهت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا رسمياً لصلاح عبد السلام الاتهام بالمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي. ويعد عبد السلام هو الإرهابي الوحيد الذي بقى على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلم محافظ الجيزة أحمد راشد السيدة ناهد جمال سعيد سائقة التروكسيلا عقد وحدة سكنية مجهزة بالأثاث المنزلي اللازم وعقد إيجار لمحل قريب من سكنها وفي مكان مناسب وحيوية، وكذلك مجهز بالسلع والمنتجات اللازمة، وذلك كله بأجر رمزي لتوفير مصدر دخل ثابت لتحسين مستوى دخل الأسرة. يأتي ذلك بعد استجابة الرئيس السيسي لها خلال مداخلة تلفزيونية أمس بأحد البرامج، حيث تعاني من ظروف معيشية صعبة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الحكومة على متابعة خطوات الشراء الموحد للمهمات والمستلزمات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدا على أن حجم الأعمال في مشروعات هذه المبادرة ضخم جدا. قال إن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لكل المشروعات وتفاصيلها، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة، حيث شدد مدبولي على أن الهدف من الاعتماد على المنتجات المصرية هو تشجيع الصناعة الوطنية وكذلك الحصول على تخفيضات في الأسعار. هذا وقد وجه رئيس الوزراء بأن تقوم الوزارات والجهات المعنية خلال أسبوع بالاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بجميع المستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة في 51 مركزا مستهدفا في المرحلة الأولى. وجهت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفلة. وقد أكدت وزيرة الصحة أهمية إنشاء فروع للمجلس بهدف تحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ودعم قضايا العنف ضد المرأة والتوعية بمخاطر زواج الأطفال ومنع جريمة ختان الإناث. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن، مشيرا إلى أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة في الدولة. وقد جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم. وقد أكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية هي نموذج مشرف على المستوى المحلي والدولي، وأنها قد أثبتت كفاءة عالية في كافة المناصب التي تقلدتها، مثنيا على دور المجتمع المدني كشريك للدولة في دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديا وسياسيا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت لوزارة عقب نجاحهم. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت للوزارة عقب نجاحهم، موضحة أن المنشور المتداول مزيف وغير
غير تابع للوزارة، مشددة على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكا لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، محذرة من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والتي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور مع استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ورشتي عمل على مدار يومين للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة، وتشمل جميع العناصر التي تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات. ويستفيد من ورشتي العمل 243 متدربا من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط. هذا وقد أوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن التدريب سوف يركز على المهام الموكلة لجميع الجهات المشاركة في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، حتى يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء في يسر وسهولة. يمر اليوم 22 مارس 73 عاما على جريمة تنظيم الإخوان الكبرى، تلك الجريمة التي كانت شاهدة على التاريخ الدموي لحسن البنا مؤسس هذا التنظيم، وهي تورط الإخوان في مقتل المستشار أحمد الخزندار. لم يتورع تنظيم الإخوان الإرهابي من أن يمد إجرامه إلى القضاء، والذي ظل رجاله في محراب العدالة سنداً للمصريين جميعاً في محاولة من الجماعة لإرهاب القضاة عن طريق استهداف رموزهم وهو القاضي أحمد الخازندار، بعد أن حكم بإدانة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي لجرائم اقترفوها باستخدام القنابل، بعد أن أعطى حسن البنا مؤسس التنظيم الإرهابي الضوء الأخضر لعملية الاغتيال على يد التنظيم الخاص الذي يعتبر الجناح العسكري للتنظيم. في صباح يوم 22 من مارس من عام 1948 كان المستشار أحمد الخازندار خارجا من منزله بحلوان متجها لمقر المحكمة، وفي حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية تفجيرات سينما مترو، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين للإخوان، وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين وهما عضوا جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ ومحمود زنهم يطلقان عليه الرصاص، حيث أصيب بتسع رصاصات وتمكن الأهالي من ضبط الجناه قبل فرارهم. وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان، لتقوم النيابة باستدعاء مرشد التنظيم الإرهابي آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين، إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان السكرتير الخاص للبنا. مقتل الخازندار كان أحد أبرز الوقائع التي أكدت أن التنظيم الذي خرج للناس يزعم أنه يحمل اللواء الإسلام يتبنى العنف والإرهاب، خاصة أنه جاء بعد اغتيال رئيس الوزراء المصري النقراشي باشا. وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة بهدف الاستفادة من شركة منتخبات بهنة. البروتوكول يتعلق بالتراث السينمائي المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على التراث السينمائي. هذا ويمثل بروتوكول التراث السينمائي بداية تفعيل بروتوكولات مهمة مع وزارة التضامن، ومن المقرر أن تشهد الوزارة بروتوكولات للقرى المصرية والريف والمناطق العشوائية. النهاردة تم توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة بما يخص الحفاظ على التراث السينمائي المصري، طبعا وده كان يعني طبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس الحفاظ على التراث السينمائي المصري. والحقيقة كان هذا الموضوع يعني كان في عمل عليه أو عملنا عليه من سنوات طويلة جدا كوزارة ثقافة. من أهم أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية المسألة القوى الناعمة للمجتمع، ما يتم التركيز عليه في الفترة القادمة كجزء من بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكجزء أيضا من يعني الفخر والاعتزاز بهويتنا الثقافية وربط الأصالة مع المعاصرة المصرية.
بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط المرحلة الثانية من برنامج وعي، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي منذ نوفمبر العام الماضي، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر. وقد أكدت مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي أمال زكي أن البرنامج يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد الرائدات الريفيات بالمعارف والمعلومات حول أهم القضايا المجتمعية. احنا بندرب الرائدات هنا علشان تدريب الرائدات. طبعا الرائدات دول الأزرع بتاعة وزارة التضامن في المجتمع، هم دول اللي بيوصلوا للأسر بتاعتنا. الرائدة بتتدرب على الرسائل اللي تقدر بيها تغير سلوكيات الأسرة. يمكن احنا في الصعيد في سلوكيات كتير قوي بنحب نغير المفاهيم اللي هي موجودة، زي العزوة. طبعا ما فيش عزوة، ما فيش حاجة اسمها العزوة بالعدد، زي تفضيل الولد على البنت. المبادرة فندم بتشتغل على أكتر من محور، 12 محور يا فندم، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليمات من معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباش. بنشتغل على محور آثار الفقر، الآثار السيئة المصاحبة للفقر. عندنا فندم من محاور احنا بنشتغل عليها، منها الصحة الإنجابية والتربية الأسرية، منع الزواج المبكر، الاهتمام بصحة الأم أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. أكد محافظ الإسماعيلية شريف بشارة أن هناك تطورا ملموسا يتم على أرض الواقع في القطاع الطبي بالمحافظة، وقال إن هناك تخصصات جديدة تم افتتاحها بمستشفى الأورام. وقد جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية لمستشفى أورام الإسماعيلية، وقد رافقه خلال الجولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومدير مستشفى الأورام. هذا وقد أضاف بشارة أن المستشفى بصدد إنشاء قسمين جديدين هما أورام الأطفال وأورام الدم، ليكون المستشفى متكاملا ولائقا بإقليم. اتكلمنا النهاردة في موضوع أن احنا محتاجين الحقيقة قسمين تانيين، اللي هو قسم أورام الأطفال وأورام الدم، وكده نبقى تقريبا استكملنا المركز ده، بحيث يبقى مركز متكامل على مستوى الإقليم للأورام. وإحنا إن شاء الله نبقى بصدد هذا الموضوع ونقدر نعمله، يبقى فعلا مركز على مستوى الإقليم لعلاج الأورام. وأما الآن مشاهدينا الكرام، فنتحول من أخبار السياسة عالميا ومحليا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد مع زميلة دينا فكري. إليك دينا. شكرا مبت، شكرا أميمة. أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. عقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على توجيهات الرئيس السيسي بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم طموحات وأمال الشعبين المصري والأردني، ويتلائم مع ما يملكه البلدان من موارد وقدرات تسمح لهما بتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية حقيقية تضع مصر والأردن في مصاف الدول المتقدمة. تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالتيسير على الممولين للتسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، أكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر أن المصلحة وفرت خاصية إرسال كود تفعيل للتسجيل للحساب الخاص بالممول على كل من البريد الإلكتروني والتليفون المحمول الخاص بالممول، وذلك اعتبارا من 17 من مارس الجاري. اعتمدت الجمعية العامة لمصفات ميدور نتائج الأعمال لعام 2020، وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن مصفات ميدور من المصاف المتميزة التي لها دور مهم في توفير جانب كبير من المنتجات البترولية للسوق المحلي، خاصة البنزين والسولار، وأن مشروع التوسعات الجديد الجاري تنفيذه يمثل نقلة نوعية في منظومة التكرير، ويهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصفى بنسبة
60%، والمخطط لانتهاء منه ووضعه على الإنتاج في الربع الأول من عام 2022 بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار. تنطلق غدا فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية بمشاركة الحكومة المصرية، وأيضا بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تدور الجلسات حول عرض الأفضل للممارسات الدولية في مجال المنافسة، وسيتم مناقشة قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد. افتتح محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عددا من المشروعات الخدمية والجماهيرية الجديدة بمركزي بني سويف وأهناسيا لخدمة أهالي المحافظة. وقال غنيم إنه تم افتتاح 7 مشروعات بتكلفة تتعدى 50 مليون جنيه، وشملت مكتب التموين المطور لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف بشرق النيل، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، وافتتاح ميدان المدرية مدينة بني سويف بعد التطوير. النهارده بنفتتح عدد من المشروعات في مدينتي بني سويف وإهناسيا. مجهود الدولة المصرية هنا واضح الحمد لله في كل المجالات. احنا دلوقتي موجودين في مدرسة إنشاء جديد بيتم افتتاحها، تكلفة عدت 16.5 مليون جنيه. كنا محتاجين مدارس بالشكل ده وبالجمال والنظافة اللي احنا شفناها دي، حاجة فعلا احنا نطمن على أولادنا فيها، نطمن ان هم هياخدوا تعليم نقدر نقول يواكب العصر. كنا برضو افتتحنا عدد من المشروعات زي تجميل ميدان المديرية، زي مكاتب تموين مطورة في مركزي بني سويف وهناك، غير كمان افتتحنا مركز تكنولوجي في مدينة بني سويف. كل الافتتاحات دي الهدف منها ان احنا نعرف الناس ايه اللي تم خلال السنة اللي فاتت، مجهود الدولة المصرية اللي بتعمل على أرض المحافظة، اللي بينقل محافظة بني سويف للمكانة اللي هي فعلا تستحقها. إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 17.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه. ونتحول لعرض مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع مؤشر إيجاك 30 بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 متساوي الأوزان بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة. وانخفض مؤشر إيجاك 100 متساوي الأوزان الذي هبط بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.67 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، وسجل اليورو 18.69 جنيه للشراء و 18.81 جنيه للبيع، في حين وصل الإسترليني إلى 21.68 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع. أطلق حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما أعلن إطلاق الهوية الصناعية لدولة الإمارات. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى أميمة ومعرفة، إليكما. شكرا لك دينا.
إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرة أخبار الساعة 6 قدمناها إلى حضراتكم من التلفزيون المصري. والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم الفرنسية وزيادة نسب التوطين الصناعة والتكنولوجيا. الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة خدمات النقل البحرية والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط. مصر تعرب عن ترحيبها بمبادرات المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن. نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.